أتكلم في هذه الحلقة عن تجربة عوض إبراهيم عوض. أنا منذ أن كنت صغيرا يعني بقيت شغوف جدا بأني أسافر. الإمام الشافعي رحمه الله قال: سافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. يعني الخمسة ديل مهما شطحنا في التفكير عن قيم السفر بنلقاه داخل في الخمسة ديل بطريق أو بآخر. ولذلك أنا منذ أن كنت صغيرا يعني بقيت شغوف جدا بأني أسافر. أول شيء سافرت السودان، ده تكاد تكون كل ولاياته ومحافظاته ومدنه وحتى قراه أنا مشيت عليها. كان فضلت لي فقط الدمازين، وفي هذا العام بحمد الله تعالى أو العام الذي سبقه مشيت لها واستمتعت بها جدا. لكن حأتكلم في هذه الحلقة عن تجربة عوض إبراهيم عوض في الدول خارج السودان. أنا جميع قارات العالم ما عدا قارة أستراليا دي الوحيدة اللي أنا ما زرتها، وأتمنى أن أزور. جاتني دعوة حقيقة من صديق عزيز إنه أمشي لها وأبرمج لها إن شاء الله في نهاية هذا العام إني أزورها. لكن بقية القارات كلها، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا وأفريقيا، كل هذه أنا زرتها بشكل مكثف جدا. ما حقدر أحكي عن كل تجاربي في هذه الدول المختلفة، لكن هحاول أعمل من كل قارة بعض الأشياء هنا وهناك هنا وهناك، وبالتالي يعني بنشوف حاجاتنا. من الدول اللي أنا زرتها وسعدت بها جدا اللي هي بروناي دار السلام. وبروناي دي يا أخواننا أنا داير أبدأ بها كلامي لأنها دولة صعبة الدخول إليها. أتحدث بيقول إنه قدر يعمل لها تأشيرة لبروناي دي، ما بده تأشيرات. هي دي البلد اللي السلطان بتاعها حسن البلقية، وبالتالي هي من أصغر دول العالم. هي كلها عبارة عن مدينة ليس إلا. أنت لو راكب لك عربية مش طيارة، عربية، ومشيت لمدة حوالي ساعة إلا ربع في أي اتجاه أنت خارج الدولة خالص، فصغيرون جدا. وناس شويونين جدا، إذا كان عبارة شويونين دي ممكن تساعدنا في أنه نختصر بها كلمة الناس القليلين. بعدين بسطاء في حياتهم وما عندهم عقد كثيرة ولا ولا. لكن معروف حسن البلقية اللي هو سلطان هذه الدولة من أغنى أغنياء الكون كله. يعني كان دائما بيجي في مصاف إنه يا أغنى رجل في العالم أو ثاني رجل أو ثالث رجل في كل الإحصائيات اللي جات عبر تاريخنا المعروف القريب دي. فأنا مشيت ولحسن حظي هم اللي دعوني وجابوا لي التذاكر والتأشيرات وكل الأشياء، وحمدت الله إنه أنا أقدر أخش الدولة المستعصية دي. فدخلت هناك وجدت السودانيين فيها كانوا عدد قليل جدا، زي ستة ولا سبعة ما أكثر، اللي هم طاهر محمد أحمد وطاهر محمد ياسين وعلي عبيد بريمة، وفيها حسين، وفيها كان رجل اسمه عبد الرحمن، وده جا اشتغل وزير بعد توقيع الاتفاق مع مني الكومناوي، ولكن رحمه الله توفي في حادث. فبالتالي يعني أنا وجدته هناك كان في تلك المرحلة قاعد في دولة بروناي. وبعدين فيها يعني كان عدد من عرب ما كثير، بسيطين جدا. فدكتور عبد الرازق حسن أذكر كان دعاني في بيته، وده من الناس اللي وجدناهم كان أستاذ في الجامعة هناك يدرس لغة عربية، واستمتعنا بهذه الدويلة الصغيرة. والجماعة اللي بيجوا يبرمجوا بي كله يطبخوا لهم خروف في بيت، قالوا لي لأنه عددنا شوية ما عندنا برامج ترفيهية كثير، فجاي تقدير رفيه بها. حتى حجزوني وأخروا لي سفري عشان أقعد زمن زيادة وكذا. أنا مشيت أصلي فيها في مسجدة، مسجدة ده كان قبلة لكل سواح العالم يعني بيحاولوا يشوفوه، لأنه من الذهب الخالص، يعني المقابر من الذهب، بواسير المياه من الذهب ومن الرخام الطبيعي، ومسجد يعني بيكلف مليارات. فمشيت أنا عشان أصلي فيه، لكن أنا وقعت وقعة لولا عناية الله وعمتي الكبيرة اللي كنت لابسها أنا كنت في عداد الموتى، لأنه هو ناعم جدا وأنا ماشي عشان أصلي بخطوة شوية سريعة فلازم أزلق، فزلقتها فوقعت على قفاي زي ما قالوا. فكانت في عمة ضخمة أنا كنت لابسها ساعدت في أنه الواحد دماغه دغايته ما يتفرطق، ولعد الوقعة دي من جماليات المسجد نفسه.
بعدين دي أطول يعني منبر أنا أراه في حياتي. منبر أنت لو الإمام قاعد في آخره ما بتقدر تشوفه بسهولة إلا ترفع راسك فوق جدا، خاصة لو كنت في الصفوف القدامية. فبلد بتستحق الزيارة من أجل هذه المسألة. فيها في الشارع لقيت في ناس ضخام جدا لافين في السوق، فقالوا لي يا أخي ديل من ناس نيبال، وديل بيشتغلوا في الحرس بتاع القصر السلطاني، ويعني زي عدد كبير منهم ما شوية. على كل حال دي كانت تجربة من التجارب اللي أنا عجبتني جدا. لكن الحاجة الطريفة فيها، أنا قلت مشيت لمؤتمر عالمي، وأغرب شيء أن المؤتمر ده ما عنده علاقة بعوض إبراهيم عوض، لكن عزموني له عشان أقدم ورقة. مؤتمر عن الفيزياء والرياضيات، وأنا أبعد ما أكون عن الرياضيات والفيزياء، فقد عزموني عشان أعمل ورقة عن التليبيوتر. والتليبيوتر كان بدأ يدور في العالم يظهر جديد كجهاز يجمع ما بين الكمبيوتر وكل الملتي ميديا المختلفة، فيه الرواديو وفيه التلفزيونات وفيه الفاكس ميلي وفيه التلفون المرئي وفيه أجهزة الإرسال وبيجمع كل الأشياء. فأنا كنت بدرسه لطلابي في الجامعة، ولعله واحد من الطلاب اللي درسهم هذه المسألة هو ذهب لبروناي لأنه من أهلها، فأشار بدعوتي أنه أنا أقدم ورقة عن هذا الجهاز. فدي كانت السبب. فمن الطرائف انه في حاجتين صغار حصلت لي، واحده منهم يعني واحد من جنوب افريقيا هو ابيض، وبعدين بقى صاحبي جدا اثناء المؤتمر، يقوم يقعد معي. انا كنت الزول الوحيد الجاي ملون، يعني ما لونه ما ابيض، البقيه كل الناس اللي شاركوا في هذا المؤتمر من اوروبا ومن دول مختلفه، حتى جنوب افريقيا جاي منها رجل ابيض وليس اسود. فبقينا اصدقاء، قاموا سألونا قالوا أي زول داير حاجة عشان يعرض بها ورقته يجيبوها له. هو طلب يجيبوا له تلفزيون شاشة كبيرة ومعاها جهاز بتاع فيديو بلاير، جهاز تلعيب بتاع فيديو، لأنه غالبا عندي شريط داير يلعبه. فقاموا قالوا لي يا إحنا حكاية الشرايط دي عندنا قوانين في الدولة صارمة، لازم نشوف الشريط قبل ما تعرضه. فقام قدام الشريط، لسوء الحظ جابوا له تقرير قال لي يا أخي ممنوع عرض الشريط ده لأنه فيه رقص والدولة شوية مقيدة وكذا. فالرجل أحبط جدا، وبعدين قال لي يا أخي أنا والله ما معقول يحرموني وأنا عرضي فيه كلام كثير زي ذا عن الرقص، بيتكلم عن الفيزياء وبعدين الفيزيكال إفكس في جسم البني آدم، والرقص إلى أي حد بيحرك العضلات وبيعمل أشياء فيزيائية وبيولوجية في جسد الإنسان، ده كان موضوعه. فقلت له يا بروف ما يعني ما حقه تنزعج كثير ما دام دي قوانين دولة وكذا، فأنت ألغي الشريط وأعمل ورقتك من غير هذا العرض. عمل كده فكر قال لي يس يس ات كيم تو ماي مايند، خلاص انا جاتني الفكره كويس. على كل جينا للعرض بتاعه، وطبعا لانه بقى صديقي فجيت احضره كل الناس قاعدين، فقام قدم العرض بتاعه وتكلم عليه انه في علاقه يعني ما بين مساله الفيزياء وفي يعني تركيبه الجسم والرقص، وقال لهم انا كنت عايز اعرض لكم نموذج من الحفل بتاع غريسلاند اللي عمله بول سايمون في زيارته الى بريتوريا وساوث افريكا، وشاركوا فيه كان جوزف شبلالا وميريام ماكيبا وهيوما سيكيلا، ولذلك قال لهم انا حرمت من عرض هذا الشريط، فحاضطر اديكم النموذج اللي فيه بنفسي. وبدا البروفيسور ده يرقص، رجل عجوز جدا في سنه، والله قاعد يرقص بطريقه كانت ممتعه وظريفه، جميع الحاضرين بدوا يدقوا له في طرابيزهم ايقاع ويرقص، وبعد شويه قاموا الناس يرقصوا معاه وبقت حفله. قلت لهم يا ناس بروناي كان لو خليتوا الراجل ده عرض شريطه ما كان خير لكم. طلعت حاجه بديعه جدا وفي غايه الابتهاج الناس كانوا، وطربنا لها في انه هؤلاء الناس لا تعيزهم الحيله ابدا. الشيء الطريف الثاني كان في نفس هذا المؤتمر واحنا في بروناي، في مرة ألمانية وكانت بروفيسيرة هي جاية عشان تقدم ورقة في المؤتمر، لاحظت أول يوم بتعاير لي كثير جدا، هي كبيرة في سنها وطوالي هلو 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 كل الوقت. ففي النهاية في لحظة قامت زي شعرت بأنه أنا حسيت باهتمام بي، فقالت لي يا بروف أنا داير أقول لك عبارة قد تحس بأن أنا اهتميت بك كثير وقلبك قد يمشي لأشياء ولا تشك ولا كده، لكن داير أقول لك أنا كلام. قالت لي بصراحة أنت بتشبه لي بيت أفريقية، يعني أنا عندي معاها موضوع. فضحكتها قالت لي والله نفسي تقاطع وجهك لو ما أنا أخاف الكذا بقول دي شقيقتك أو قريبتك. فضحكنا في الحكاية. البت دي منو؟ قالت لي طيب أنا أحكي لك. قالت لي البت دي أبوها كان السفير بتاع واحدة من الدول الأفريقية، هي سمت لي الدولة عندنا في برلين في ألمانيا.
قالت لي بعدين كان بتدرس في الجامعة، والذي قالت لي تعلق بالبيت دي تعلق عجيب، يعني حبها حب شديد جدا. وبعدين بعد شوية أصر إلا يعرسها، قالت لي بقى هنا نحن قمنا انزعجنا، قلنا لي يا أخي ما ممكن تعرس لك بيت أفريقية ولونها أسود. قالت لي طبعا الحمية بتاعت الاستعمار في جوانا كانت حاصلة. فالولد قال لا لا، أنا لا أعرس البيت دي. الأبو عصلك، قال لا أنا ما بمشي معاك ولا بقدم لك ولا ولا. فقالت لي بيجينا في حيص بيس الولد ميت في البيت موت، حبي حب شديد جدا. وفي نهاية المطاف الجد قالت لي جاء أقنع الأب، وغايته أنا على مضض كأم قلت لهم يا إخواننا طيب أنتوا أمشوا على بركة الله، المهم تقدموا لي وعلى وعسى تعيش حياتهم سعيدة أو كده، وبعد ذاك هو حر له أصوأ بين راح يعرسها براو. فقالت لي غايته بعد كراهيتنا في الزيجة دي كلنا تلملمنا ما معقول يختم لبس سوداء ولا ولا، ومشينا. قلت لما جينا لأبو البيت وجماعتهم كانوا قاعدين يعني تونسنا معاهم وكده، فقالت لي يعني قام جد الولد ده قال لهم يا اخواننا نحن يعني زي طالبين القرب منكم ودايرين ولدنا ده يعني يجي يخطب بنتكم دي. قالت لي البنت قالت لهم انا اعرس راجل ابيض؟ لا 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 لا، الدنيا خربت قالت لهم الا ود اسود. قالت لهم انا جينا جن البيوض ديل. فقالت لي ضحكنا وقلنا يا اخواننا نو مور كولونايزيشن، تولى عهد الاستعمار وعهد الناس اللي بتكون يعني تضطهد الاجناس، اذا هي عندنا راي فيهم هم ذاتهم عندهم راي فينا. فقالت لي يا ما تعرسوا كله كله. قالت لا ابقى لك صديقه اي لكن عرس الا زول حمش اسود قالت لي زي حتى اعرسه. فدي كانت الطرفه الثانيه في هذا الموقف اللي عشناه في بروناي. انفض السامر والجماعه دي لسه ما زالوا يراسلوني عن طريق الايميل وهم اصدقاء حميمين الي. واحده من الدول اللي يعني الظروف انا ودتني ليها وسعدت بها جدا الاتحاد السوفيتي. ذهبناه وأنا أحيي حقيقة يعني الناس اللي كانوا معانا في تلك الرحلة، وعلى رأسهم كان السيد صادق المهدي وقتها كان رئيس السودان. ومشينا فصادق طلب أنه داير يزور دول الاتحاد السوفيتي الإسلامية اللي هي مش موسكو ولا في روسيا. نحن طبعا زرنا موسكو وقعدنا فيها، والبرنامج الرئيسي كان في الكرملين، ولما خلصنا أدونا الطيارة بتاعتهم وحمنا على هذه دول آسيا الصغرى. فبديناها نحن كان بأوزبكستان بمدينة طشقند، وبعدين لقينا رئيس الجمهورية بتاع طشقند هو سليموف، رحب بينا جدا رجل مسلم، وقال يا إخوان أنا حديكم عربات تمشي بها لسمرقند، وتمشي بعد كده لبخارة اللي هي فيها مسقط رأس الإمام البخاري، وفيها الآن قال الضريح بتاعه، وفيها يعني زي مجمع إسلامي كبير جدا فيه كتب ومؤلفات وأشياء من هذا القبيل. فكل زول الضوء عربية عشان يمشي لوحده، وأنا دائما بقول في يعني البروتوكولات بيعملوا الحكاية دي الناس، وبتمنى أنه يمشوا الناس مع بعض في السفريات عشان الناس يتونسوا، لكن لا كل زول بالضوء عربية لوحده. أنا ضوني عربية زي باقي الناس، وأنا حكيت حاجة قريبة من دي لما كنا في رومانيا وقلت العربية وصلتني ولقيت الناس اللي اعتبروا لوني ده لون زي اللي كانوا ملون يعني في حاجة كده خدتنا زي بوهية، فقلت ازعجوني جدا، لكن دي مختلفة. فمن طشقند ركبنا العربات، السواق معي المسافة ما كانت قريبة، بنتلم كلنا العربات دي هناك في النهاية لما نصل إلى سمرقند. ففي الطريق قال لي يا أخي بنشرب لنا شاي في قرية من قرى الريف الأوزبيكي. وطبعا أوزبكستان دي يا إخواننا ما بتطرأ في ذهني إني أمشيها في أي يوم لولا هذه الزيارات. قلت أنا نشرب شاي، نزلنا قعدنا نشرب في شاي، أعين لي زول هناك بيشبه جلدتنا تماما قاعد زي جوا المقهى بيعاين فيني، انا عاين لك كده القوه بيعاين فيني، يدنقر شويه انا قمت ثاني ارفع عيني القلق بيعاين فيني، يا ربي الزول ده بيشبهنا كده. بعد شويه قلت كده انا اتجرى، قلت له ازيك؟ قال لي ما تقول لي كده من قبيل، يا اخي تعال، جاني لك بالاحضان كاننا اشقاء. سلام الراجل السايق ندهش جدا، دين معلوم وتلاقوا كيف؟ وده بيعرفه من وين؟ على كل حال حق الله بق الله سلمت عليه. وقلت له جابك هنا شنو؟ فحكى لي انا جيت من بدري خالص وجيت انا مواطن و وبتعمل في شنو كده وبتاع. قال لي انا بدرس في الاسبرانتورا. اسبرانتورا دي يعني شنو؟ باللغه الاوزبكيه اكتشفت انها دي زراعه. على كل قلت له انا شايل معي مسجل بتاع اذاعه ولازم اسجل معك حوار ولو ان شاء الله 5 دقائق، فرصه زي دي انا ما بلقاها. قال لي جدا سجلت معه حوار. وبعدين قمت عزمته قلت له يا اخي انت هسه قاعد في البلد دي موحشه وعمرك ما شفت السوداني من سنين، اركب معي في العربيه وأصل معي إلى سمرقند، حتجد بقية الوفد نحن حوالي 32 أو 33 زول يعني مع صادق المهدي رئيس السودان، وبالتالي حتستمتع بهؤلاء الناس وبعد ذلك رجع. قال لي طوالي
يبقى هنا البروتوكول ما بيرضى انه زول يتركب لك مواطن من الخلا في عربيه رئاسيه بتاعت رئاسه الجمهوريه، ما بيرضوا. لكن اقنعنا الراجل السواق وقلنا له يا اخي لازم، الزول ده معانا وكذا وصاحبنا. في النهايه اقتنع، ركبنا مشينا وتونس معانا، قضى يومه كله. وبعدين جيت السودان بعد فتره من الوقت، يعني لما جيت السودان ازعت الحلقات اللي جبتها معي انا من الاتحاد السوفيتي كلها، من موسكو، من سمرقند، من بخارى وتركستان، وفي اشياء عملناها معنات لينينغراد وغيره وغيره. فقمت افعت الحلقات وفاجأ يجيني عدد خرافي من نسوان، يعني يبكوا عديل انه الزول ده يعوض احنا فرشنا عليه. لقيته وين؟ الزول ده ما في زول كان عارفه حي ابدا. كل الناس دي خلاص حزنت على انه الزول ده خلاص انقضى، الا والدته كانت حاسه زي ما قالوا قلب الوالد انه الزول ده لسه حي. فما صدقوا، قلت لهم والله يا جماعه الزول ده انا لقيته دما ولحما، وعملت معه هذا الحوار وهو حي، وسلمتهم نسخة من الشريط ووريتهم المحل وين اللي تلاقيت معاه فيها غايته بقدرة قادر، مشوا بالطوالة بالطوالة لم ينساقوا جابوا السودان. وكانت صدفة غريبة جدا. على كل حال هي كانت تجربة لطيفة. هذه الجمهورية أوزبكستان الناس فيها كلهم مسلمين، رغم أن الاتحاد السوفيتي بلد شيوعي. فأنا قابلت رئيس الجماعة الإسلامية فيها، بسموها جماعة مسلمي آسي الصغرى. فقلت له انتوا حاسه كدوله او كناس مسلمين عايشين كيف في ظل النظام الشيوعي ده؟ قال لي نحن اسعد خلق الله بالنظام بتاعنا. ليه؟ لانه خلق من دولتنا اللي هي الاتحاد السوفيتي ثاني اكبر قوه في الكون كله. لولا كده قال لي كنا دوله تعبانه ضبلانه ما عندنا اي نوع من الحمايه. ثم انه قال لي نحن استطعنا ان نفرض في جمهوريه اسيا الصغرى انه اسلامنا يكون مستمر، مساجدنا تكون مفتوحه كل الوقت ونؤدي صلواتنا وكذا والى اخره. وكلامه ده صح، لانه نحن صلينا معاهم يعني صلاه العيد، كان عيد الضحيه، فصليناه معاهم هناك وحتى خاطبهم الصادق المهدي. وبعدين الصلاه كانت يعني فيها عدد من البشر خرافي. واللي انا عجبني انه اي بني ادم داخل الجامع ده لابس طاقيه من نوع واحد، طاقيه بيضاء، انا ادوني منها واحده هديه الى يومنا هذا انا محتفظ بها ما زلت. فتجربه كانت يعني بديعه جدا. لما مشينا مدينه بخارى ودخلونا عشان نزور المجمع الديني، فوجئنا انه في جناح كبير مسمينه جناح جعفر نميري. قالوا الجناح ده اهداه جعفر نميري لنا. فدخلنا ولقينا عدد من كتب فقهيه كبيره جدا وكثيره، ويعني مقتنيات دينيه في غايه الجمال والعظمه. فقالوا لنا دي كلها جت هديه، عشان كده سمينا الجناح دي باسمه. على كل حال الشيء الطريف الاخير اللي انا بقوله في اوزبكستان دي، ونحن قاعدين مع رئيس الجمهوريه مستر سليموف، قال يا اخوانا شفتوا النهر جيتوا عابرين ماشيين به ديا؟ قلنا له نعم. قال صدقوا او لا تصدقوا، النهر ده ما كان موجود هنا في المحله دي. انا سالته قلت له كيف ما كان في نهر؟ يعني صنعوا ايه؟ قال انا احكي لكم. قال خروتشوف وكان من الرؤساء القساه جدا، قال في سنه من السنوات قام جزار الناس هنا وقال لهم يا جماعة يعني النهر بتاعكم ده جاري في أماكن ما فيها ناس كثير ساكنين، فالفائدة منه كانت قليلة، في حين أن القرى المحتاجة له وفيها بعض الزراعات وكذا بعيدة منه، ما تحولوه، شيلوا النهر ده جيبوه بيه جاي. فقال الناس طبعا قاموا ضحكوا، قال لهم خلاص ما دام أنتوا كده، السنة الجاية أنا بعد عيد الثورة البلشفية حاضر خطاب الدولة في داخل الكرملين، وحاخد طيارة أجيكم هنا عشان أفتتح المشروع بتاع النهر ده. لو كملتونا أفتتحوا كله، لو عملتوا جزئيا أفتتحها كإيزان بأنه الناس شغالة. قالوا له حاضر. فبيحكي لنا رئيس الجمهورية سليموف، قالوا مشى. السنة الجاية قال بعد ما قال خطابه الرئيسي في الكرملين وكان مذاع ومتلفز وكذا، قال ركب طيارته وجا. قال يا إخوانا وين النهر اللي حولتوه عشان نفتتح؟ فقال زور المسؤول رئيس الدولة، قال لا يا خروج شوف أنت كنت جادي في كلامك ده؟ كيف ما جادي؟ نقول لنا نهر كامل بأكمله نحاول نجيبه بجاي؟ قال لهم يعني ما عملتوا أي حاجة؟ قال لنا ولا بدينا في الحكاية واعتبرناه نكتة ساي. قال لهم ده اجتماع سريع جدا في القاعة المعينة دي، فيه الرئيس وبنواب والناس المسؤولين. فبيحكي لنا الرئيس الجمهورية سليموف، قال جمع الناس كلهم في هذه القاعة، وقال بعد ما اكتمل هو كان معاهم جوا جمالي، قال طبلة بالطبلة وقال لهم انسفوا القاعة دي احرقوها. فنسفت، بقى لا أثر لها على الأرض أبدا، لا القاعة على الناس جواها لا غيرهم. وعي الناس في تلك اللحظة قال لهم السنة الجاية أنا حاجة أفتتح الجزء بتاع النهر اللي بتكمله. قال انقروا مجلي، قال كامل النهر حولوه الناس
ونحن مشينا في هذا النهر، نهر رائع وبديع وجميل. يبدو أن القرارات القوية والشجاعة مهما كان شكلها في النهاية بتغير ملامح التاريخ. وده نهر حاسه حتى الآن موجود، والناس لو سافرت أوزبكستان حقها تزوره وتشوف شكله عشان تعرف قوة الإرادة للدب الروسي زمان كان بيعملوا كيف الناس وكذا. الدول اللي أنا زرتها كثيرة جدا، من ضمنها مشيت زيارة ليوغوسلافيا، ونزلت في مدينة اسمها رييكا. دي أنا مشيت في راوند تريب على باخرة، كنت بتجول على مدى ما تمشي الباخرة. بيتي في الباخرة نفسها تحوم في أي مكان أنا ألف وأجي، بيسموها الراوند تريب. وده أنا عملتها مع السودان لاين، طرح علي كان أحد الأصدقاء حكى لي عنها، وأنا دايما لما يحكي لي زول عن حاجة بنفذها في وقتها، أصل ما بأخر الحكاية دي كله كله، فبصير على الحكاية دي. وحقوا إخواننا الناس يقولوا عندهم قوة القرار والإصرار عليهم. على كل اللي ركبت الباخرة دي، البحارة عجبوني جدا. أي مين ننزل الدولود والبارات كثيرة جدا، يقول لي يا عوض إحنا بنسوي بها شنو؟ ماهيتنا بالدولار، ومين ما خلقنا في الموية ويكرهنا الموية، مرات ولا بننزل ذاتنا. أنت راجل جديد على الحكاية دي، فخذ. بقيت مليونير أظن أنا مع الشباب ديل، من هنا ومن هنا ومئات الدولارات. على كل، فلما جيت أنا في المنطقة دي في رييكا، مشيت مع واحد بحار عشان نشرب لنا الشاي، والمدينة ما كبيرة بيصنعوا فيها سفن. فنفاجأ لقينا زي 4 شباب سودانيين، بهاء الدين أنا أحييه جدا، ومايك أنا أحييه كل التحية من هذا المكان. قالوا لي يا عوض في زول هنا لو عرف إنك جيت ليوغوسلافيا دي يعني حيفرح جدا، صديق عزيز عليك وكله ينفي سيرتك. منو؟ قال لي بدر الدين حمد. يا الله، بدر الدين جابوا ايه؟ انا عارفه انه والتريوم مشى عشان يدرس طب في رومانيا. قالوا لي ابدا، من اول 3 شهور في رومانيا اتخذ قرار بانه لا يقعد في رومانيا ولا يدرس طب، حول جاي الى يوغوسلافيا وسجل في معمار، والان من احسن الناس اللي بيدرسوا طب في هندسه معمار. طيب وينه؟ قال لي هو في مدينه ثانيه جنبنا هنا اسمها لوبليانا. طيب نضرب له. قالوا لي لا 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 لا، حنسوقك ونوديك له مفاجاه. طيب بيقوا أصحابي، وطبعا الباخرة تقعد لها زي 8-9-10 يوم لحد ما تخد بضاعتك ولا الدائرة، بعدين بيسافر. والكابتن لما يكون خلص بيضرب ليك في أي محل يكلم الناس إنه تعالوا راجعين خلينا نسافر. مشينا إلى لوبليانا وقابلنا بدر الدين حمد، أنا أحييه كل التحية، وعشنا معه أيام رائعة جدا. الشيء اللي أنا حيرني حقيقة في كلام بدر الدين في هذا اليوم، قال لي عوض ننتهز هذه الفرصة، نمشي بعد شوية أطلع لك بطاقة بيوت الشباب، وأنا أصلا عندي البطاقة، ونركب القطر ده من لوبليانا هنا حيودينا لحد سايبيريا في أقصى الشمال الروس، ويجي لافي بينا على كل الجمهوريات الأوروبية اللي هي ما كبيرة خالص وما بعيدة من بعضها، تعمل لك جولة دير جولة عمر ونجي راجعين. أنا قلبي أخي قلت له بدر الدين الحكاية دي قد تأخذ زمن. قال لي لا ما بتأخذ زمن، الباخرة بيكون واقفة. قلت له افترض فاتوني. قال له لو فاتوني نطلع لك تذكرة. فأصلا ما ربط راسي، قلت له لك علي يا بدر الدين أنا السنة الجاية أعمل لي تذكرة براي أجي يوغوسلافيا ونمشي معك. قال لي يا عوض تاني ما في يوغوسلافيا، دي آخر سنة لحاجة اسمها يوغوسلافيا في التاريخ. بقى ده أنا الكلام الحيرني جدا، يا بدر أنت جنيت كيف ما في؟ قال لي والله آخر سنة لحاجة اسمها يوغوسلافيا السنة دي. وشوف كلامي ده حقيقة، ركبت راسي وما مشيت معه الجولة دي، واستمتعنا بالقعاد في لوبليانا، ولف بي على منطقة اسمها أوباتيا فيها كهف من أغرب الكهوف، ده في قريب من لوبليانا. كهف اكتشف واحد من الروس أثناء الحرب العالمية الثانية إنه جاي يحتمي من المقاتلين، فدخلنا في كهف صغير بوابة صغيرة، لا من دخل قال يخش لجوه عشان الرصاص ما يجيه، لقى نفسه كل ما يمشي لجوه الكهف ده لسه ماشي ماشي، فاكتشف انه في اقرب ما يكون للمدينه تحت الارض، حاجه ضخمه جدا جدا جدا. وبعدين خفوزاته خاف، فبعد ما يعني الناس دي فاتوا العدو وجمارك يعتبر ده اكتشاف منه هو، فاظن سموه عليه هو حكايه اوباتيا دي اظنها جايه منه الله اعلم. فبقوا الناس استفادوا من الكهف ده من ناحيه سياحيه، بيخشوا الناس يقضوا فيه الساعات الطويلة، وفيه مسارح وفيه أشياء كثيرة جدا، وبارد برودة على مر التاريخ، بل فيه أشياء كانت مخيفة جدا أنا شفتها. يعني تلقى في قطرات بتاعت موية بتمتزج بالصخور الرسوبية بتاعت الكهف ديه،
فلما تنزل بتجي زي تجمد، فواحدة تشكل شكل أرنب، واحدة تشكل شكل بني آدم كاملا، إيدين وكرعين وكده ورأس وإلى آخره، واحدة شكل بتاع حصان لوحدها. فاعتبروها ده معلم سياحي ما هين، وبعدين يقول لك انه نقطة المويه اللي بتنزل فيك دي قد تكون نزلت كمطرة قبل حوالي مليون سنة فوق، وماشية تترسب شوية شوية لحد ما تعبر الصخور دي كلها وتنزل لك جوا، تلقاك نقطة، وعلى طول الزمن في نقط مويه شغالة جوا هذا الكهف. فاندهشت له جدا حقيقة وسعدت به كمعلم سياحي خطير وغريب. الشيء العجيب في الأمر، نحن انتهت أيامنا في أوزبكستان، أقصد آسف في يوغوسلافيا هنا، ورجعت إلى مدينة رييكا وركبت الباخرة ومشينا. بعد 8 شهور اتلاشت يوغوسلافيا من التاريخ، قامت الحرب بتاعت صربيا والجبل الأسود والمجازر العنيفة اللي سمعوا بها الناس. وأغرب شيء أنه الحرب بدأت من لوبليان اللي كان فيها بدر الدين، وكنت فيها أنا معه شخصيا. يا ربي بدر الدين ده اللي خلاه يتنبأ بهذا الأمر هي إيه؟ الله أعلم. وأغرب شيء أنه أنا تاني ما رأيت بدر الدين إلا يومنا هذا. بالله لو بدر الدين كنت بشاهد هذه الحلقة أو أي واحد قابل بدر الدين يقول لي يا أخي عوض إبراهيم عوض، مشتاق إليك شوق شديد جدا، والأسطوانة اللي أهديت لي لا يوم اللي أنا بشغله كل يوم لأتذكر تلك الأيام الطيبة. هو أهدى لي أسطوانة بتاعت ري تشارلز فيها أغنيتين أنا بحبهم جدا، اللي هي بتاعت هيد ذا رود جاك، ودي كنا نسمعها أطفال صغار جدا جدا، والأغنية الثانية أنشين ماي هارت. طيب الدول اللي احنا زرناها زي ما قلت يعني كثيرة، وأنا بحب السفر كثير جدا. لكن قبل ما نمشي على دولة ثانية نتفيأ ظلال الموسيقى شوية، وأنا أسمع عن الناس واحدة من الأغنيات اللي هي أنا عملتها للفنان المبدع جدا صديقي العزيز رائد مرغني. ورائد أنا عجبني فيه صوته قوي، وسمعت محمد وردي عدة مرات كان بيشيد بصوته، وحتى أشركوا معه في بعض الفترات في أنه يغني معه، وبالتالي انتبهت له كصوت جميل. فجاني مرة وجاني في الإذاعة وقال لي يا عوض أنا عايز أتعامل معك أعمل لي أغنيات. فعملت تجربة أولى اللي هي رايق، وشلتها مشيت في بيته، كان وقتها هو ساكن جم سعد قشرة في بحري، طبعا رحل من هذا المكان لمحل آخر، وقعدنا وقعنا الأغنية وسجلناها كصوت، هي كلماتي والحاني. وبعد كده مشيت لصديقي العزيز حسن مصطفى المخرج المبدع جدا، فحسن أصر قال الغنية دي نحن ما نصورها هنا، نصورها خارج الخرطوم. فركبنا العربية وخدنا لينا مأكولات ومشروبات، وكانت رحلة ممتعة جدا، وكسحنا على الجزيرة وقطعنا الكباري البعيدة ديك يعني بفوق لحم طوب ومشينا. فصورنا هذه الأغنية في مشهد جميل وبديع جدا، وهي وجدت حظ من الإعلام، لكن أنا بقدمها للناس كهدية من نتاج أغنياتي التي أعتز بها كملحن وكشاعر. ثم نواصل. سائل عن قلبي الخفا
حراسك سطاني بابورك صفر في ثواني لزمت الوجع الهداني بابورك صفر في ثواني لزمت الوجع الهداني ناديتك صوتك حياني من ديك سويتك عنواني من ديك سويتك عنواني ودعتك لعند السلم وانا نازف بجرحي بسلم ودعتك لعند السلم وانا نازف بجرحي بسلم اصلا الروح لو بتكلم كان فضحت ناري وغلياني فضحت ناري وغلياني رحلت بعيد عن الأوطان خليت ظلك في كل مكان رحلت بعيد عن الأوطان خليت ظلك في كل مكان مشتول في الحارة وفي الديوان مشتول في الحارة وفي الديوان بسقيه بشوقي وتحناني بسقيه بشوقي وتحناني شمبه وعيونك وبريدة لما عصفت بقلبي الريدة شمبه وعيونك وبريدة كم عصفت بقلبي الريدة شطرت الحب لك قصيدة بالدم الفاض من شرياني دم الفاض من شرياني يا رايك رايك يا رايك يا رايك انت يا رايك يا رايك وفايق متهني وانا ضايق وغارق مستني يا رايك وفايق متهني وانا ضايق وغارق مستني يا ريتك بس تعرف اني ريتك بس تعرف اني احساسي بفقدك اضمامي احساسي بفقدك اضناني يا رايك انت يا رايك وفايق متهني وانا ضايق وغارق مستني يا رايق وفايق متهني وانا ضايق وغارق مستني شكرا للفنان المبدع رايد مرغني وشكرا لحسن مصطفى اللي أخرج هذا العمل وحيهم. أنا أواصل من الدول اللي زرتها وشعرت بأنه برضو يعني الواحد سعيد بالحاجات اللي قضاها فيها وكذا هي العراق. زرتها كثير جدا لكن في واحدة من الزيارات مشينا لصديقي العزيز أنا أحييه الآن دكتور عادل موسى الغندقلي. وقتها ما كان دكتور كان طالب فقط في جامعة الموصل فدعاني مع مجموعة من الشعراء كان معنا بروفيسور عبد الله الطيب الله يرحمه ومصطفى السند الله يرحمه ومحي الدين فارس الله يرحمه لكن دير اعتذروا بأنهم ظروفهم الصحية ما سمحت لهم يمشوا معنا فمشيت لوحدي فعملت الليلة كلها براي وقريت الشعر وكذا وبت معاهم
وكانت لحظات طيبة جدا. فلما جينا راجعين أنا وقفت عند قبر النبي دانيال، بعدين دهشت جدا إنه هذا القبر طوله لا يقل عن 17 متر. بعدين قلت لهم يا إخواننا ليه بيطولوا القبور؟ قال لي كان طول الناس كده. الله، هل معقولة دي تحصل؟ قالوا هكذا هي كانت يعني أطوال الناس في الزمان الغابر. وبعدين مشيت أفتش في الأضابير والكتب والمراجع، اكتشفت إنه فعلا دي حقيقة، الناس كانوا طوال جدا، بل كانوا بيعمروا. سيدنا نوح عمره كان كم؟ 1000 سنة إلا 50، وده جاء في القرآن يعني. لبيد ابن أبي ربيعة وده ما كان في زمن نوح، لبيد ده قالوا عاش 550 سنة، وفي بعض الناس قالوا عاش 1000 سنة، وبعضهم قالوا عاش زي 250. اتضاربت الأقوال اللي أنا رجعت لها. أستاذنا فراج الطيب قال لي إنه كان عمره 550 سنة، ولبيد ده هو اللي كتب البيت بتاعه، قال ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. كرهت حكاية لبيد، أحواله كيف وصحته كيف، من كثرت السؤال على مدى 300 سنة الناس بتسأل السؤال ده، لبيد صحته كيف وإن شاء الله هو بخير وكده. فقال قلقت وزهقت في حكاية الأعمار الطويلة كانت، وحكاية الأطوال الطويلة بتاعت الناس وأحجامنا الكبيرة أيضا. طبعا قبل أيام كان في الواتساب يعني حايم وسط الناس، واحد من الأفلام الحقيقة كان يقشعر لها البدن بتاع الجثة بتاعت الرجل الصالح اللي وجد في الحفريات في مكة المكرمة. أنا حتى هذه اللحظة متمني أجد توثيق لهذه الحقيقة والمعلومة، وحاولت أتصل بالمملكة السعودية عن بعض الأصدقاء وكده، لكن لسه ما لقيت الرد. لكن جايبين صورة له يعني الشكل بتاع زول عملاق كبير جدا، رغم أنه على مدى يعني مئات أو آلاف السنين هو كان في القبر في حفريات توسعة الحرم، فطلعوا الجثمان بتاعه فما فيه ولا خدشة، نفس الابتسامة وحتى لحيته كما هي، بل الدم ما زال ينزف من جبهته. أنا الشريط ده عندي ورسلوا لي ناس، لكن كما عند الناس كلهم الواتساب بيكون شافوها، فما عارف أنا مدى حقيقة هذا الأمر. أنا يقشعر بدني من عظمة المفاجأة، لكن ده أنا أكد بها المعلومة بتاعت أنه العمالقة ديل كانوا في الزمن الغابر هكذا، الناس كانوا كبار وكانوا طوال وكذا. فأنا نبهني ليها هذا القبر اللي وجدناه في الطريق ما بين الموصل وبين بغداد. الماليزيين عملوا لهم يعني برنامج كان في إذاعات في تلفزيونهم سموه قبور نبي، بكلمتين عربيات لكن بيقولون باللغة الماليزية هم بالطريقة دي، معناتها مقابر الأنبياء. وثلاثين حلقة كان كل حلقة بيمشوا لقبر واحد من الأنبياء ويصورين من كل الزوايا ويتكلموا عن الأضرحة والمزارات اللي بيجوا الناس فيها وكذا وكذا. فمن ضمنها جابوا سيرة هذا القبر اللي أنا شفته قبل ما حتى أمشي إلى ماليزيا. الحكاية اللي بحكي فيها دي كانت بدري شوية. الدول ذات أهمية وذات قيم وذات أشياء كثيرة تبهر الإنسان. واحدة من الدول اللي أنا زرتها وشعرت فيها يعني برضو بنوع من الجماليات هي كولومبيا في أقصى غرب أمريكا الجنوبية، ومحلة بعيدة بعيدة لدرجة المبالغات. يعني أنا راكب في طيارة من هذه الدولة عشان أمشي على إسبانيا، غير طيارة في إسبانيا أجيبها راجع للسودان عبر القاهرة، بس السفرية من كولومبيا لغاية إسبانيا كان مخدة زي 18 ساعة في السماء طائرة واحدة، لا في مطار طريق فيه ولا في غيره. ولك أن تتصور التعب اللي ممكن يتعب الإنسان المسافر. لكن فرحتني جدا أنه بالصدفة جلس جنبي شاب كولومبي، بعدين زول شغوف بمعرفة الناس، فده قصر لي المسافة بالونسة. تونسنا في أي أمر يعني، ما خلينا شيء ما تونسنا فيه. لكن الحاجة الحقيقة هي ألمتني وفي نفس الوقت حيرتني في تلك الشعوب اللي ما بتشبهنا، إحنا سلوكنا مختلف حياتنا مختلفة. سألت سؤال من ضمن الحاجات قلت لي أنت ماشي وين؟ قال لي أنا ماشي إسبانيا، وبدل بعد ما أخلص منها برجع تاني. قال لي لكولومبيا. ماشي لشنو؟ قال لي ماشي أزور أمي. أمك هي شغالة هناك؟ قال لي لا، مشت للبوي فريند حقها. لا إله إلا الله. صاحبها هناك؟ قال لي صاحبها مشى هناك ورسل لها عشان تجي تقضي معاه أوقات كده وترجع. أمك ويا صاحبها؟ قلت له أبوك وين؟ ما بيمنعها؟ قال لي أنا أي دون نو ما عارف. طيب قلت له أبوك وين حسي؟ قال لي أنا ما عارف. الله، أبوك متوفي؟ قال لي أنا ما عارف. ما عارف كيف؟ يعني هو يطلق أمك؟ قال لي أنا ما عارف. أي سؤال سألته؟ لا أنا ما عارف ما عارف ما عارف. أي دون نو. قلت له كده ركبني في الحكاية، أبوك منو؟ أي دون نو. قال لي فأيقنت إنه يعني المسألة هايصة شوية. وطيب أنت عشت مع منو؟ ربيت مع منو؟ قال لي أنا معي أمي. وبعد شوية قال لي أنا بقيت قاعد براي، ما معي أنا أي زول ولا.
فدهشت لهذا السلوك من الحياة طبعا. هيك هاي زول يكون لحد في عمر بتاع 25 سنة ولا يعلم من أبوه ولا وين ولا ولا، يا أخي الفضول صار يسأله. حتى لو كنت ابن غير شرعي وعندهم هناك المسألة هي طبيعية، على الأقل أسأل أبوي ده وين ولا، قال لي والله أنا ما لقيت يعني أهمية للسؤال، وهي قال لي ما جابت لي سيرة، فأنا ما عارف أي حاجة عن الحكاية دي يعني. فشعرت بأنه في اختلاف بين ثقافاتنا وثقافات هؤلاء الشعوب. جزء من أسئلتي لي وقلت لي يا أخي أنت حسي أمنيتك تعمل شنو؟ اتوقعته يقول لي سيولي أسرة، قال لي والله أمنيتي أشوف دبي. الله، دبي حقتنا في الخليج العربي؟ قال لي أيوه. ليه؟ قال لي ما طبعا حسي أي أمريكي طموح يشوف دبي. عندكم الرأي ده؟ قال لي هي اللي قالوا أجمل بلد في الكون، وقال لي فعلا من صور اللي بنشوفها أجمل من عندياتنا. فاحترمت أهلنا في الخليج، وإن الدور الكبير اللي عمله محمد بن راشد أنا أحيي كل هؤلاء العظماء. نحن طبعا أحباب ليهم وأصدقاء وعلاقتنا وشيجة، وأنا مشيت دبي عشرات المرات. وفعلا لما قعدت أقارن شكلها بالذات شارع الشيخ زايد، ما بيشبه شارع في الدنيا دي أبدا، حاجة كده حقت رقبته براها. على كل، في كولومبيا دي ونحن مشينا كمجموعة من منظمة جاسمار لنزع الألغام، أنا أحيي المجموعة اللي مشت معاي من الناس. فأنا طبعا عضو في منظمة جاسمار لنزع الألغام، وبالتالي المؤتمرات العالمية الناس بيحضروها دائما. فأنا أتذكر إحنا قاعدين وكنا مجموعة كبيرة، وكان حتى معنا وزير المعادن وقتها. فجانا رجل سايق له امرأة ومعاه 3 أطفال، فقال لي السودانيين وين؟ رجل كولومبي من هناك. فسلمنا عليه، قال لي إخواننا عازمكم كلكم في بيتي. ليش سودانيين؟ أنت سوداني؟ قال لا. طيب ليش عازمنا؟ قالوا لك أنا مسلم وعارف أن السودانيين أقرب الناس للإسلام، وبالتالي أنا قال هنا يعني نادر تلقى زول مسلم في البلد دي، فلذلك قال أنا حسي فتشت لحد ما لقيتكم عشان أعزمكم. فأكبرناها جدا، وطوال الوزير عزم وقال لي تجينا في السودان أنت وأولادك وتقضوا معانا فترة جميلة وممتعة. فلقيت أخوة الدين دي أخوة ذات قيمة كبيرة جدا، وليها طعمها وليها يعني قيمة. من الحاجات الطريفة اللي أنا قابلتني في كولومبيا دي، المدينة اللي كنا فيها اسمها كرتهينة، واكتشفت أنه اسمها الأصلي ما كرتهينة، اسمها قرطاجنة، الاسم العربي القديم اللي قاموا نقلونا طارق بن زياد عبر الأندلس وعبر جبل طارق لما عملوا الأندلس، وسموا البلاد غرناطة وسموها أسماء عربية، فمن ضمنها قرطاجنة دي يتسمى. والإسبان هم اللي احتلوا كولومبيا على مدى التاريخ، فنقلوا معاهم المسميات العربية نفسها والأشياء، لكن ما بيقدروا يقولوها بالطريقة العربية، فقرطاجنة بقت كرتاجنة، قرطاجنة إلا بقت كرتهنة، ده اللي بيقولوا هم. ف يعني فرحت إنه أيادينا كمسلمين وصلت إلى ذلك الربع البعيد. وحتى يوم عملوا لنا كان زي دعوة في منتجع كده كوفد بتاع مؤتمرين، فطوالي لفت انتباهي نسوان 2 كل واحدة شايلة لها ريكة في راسها، وخاتة فيها باللغة حقتنا يا اخواننا حقت النهود انا بتكلم بها ابو انضبايا. ابو انضبايا ده بالنسبة للناس ما بيعرفوه كلهم في حتى في السودان، هو عيش الريف طبعا، اللي هو الذرة الشامي بالاسم اسم الدلع كمان نسميه. فشايلات هذا العيش الريف في الريكة حقتن دي، وبعدين لابسات نفس طريقة نسواننا السودانيات القحات يعني، وكل واحدة رابطة لها وليد في ظهرها، والله بنفس الطريقة اللي عندنا في السودان هنا، لا سيما في غرب السودان، وطبعا في دول أفريقية بتعمل كده. فأنا أيقنت إنه ديل يا حج عشة وحج حليمة ولا معيشي ولا فطومة ولا كده، ما في كلام. وفاجأ الأسماء غريبة جدا، فجيت لهم قلت لهم إخواننا أنتوا جيتوا من السودان 200، قال لي السودان ده شنو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنتوا ما سودانيات؟ فاندهشوا السودان ده وين؟ ما بيعرفوا. طيب جذوركم من وين؟ قالوا في البلد دي. فأيقنت إنه الخالق واحد، وزع هذا الكون ب يعني إرادته القلابة. هذه الإرادة الغلابة خلت إنه في أشياء مشتركة وأشياء تتشابه في كثير جدا من بقاع الدنيا. فأهل اللي لما دارفور هنا أو كردفان في شكلها ده مع أقصى غرب أمريكا الجنوبية، البحار والمحيطات وغيره وغيره، واللغات والتراث والأديان كلها مختلفة، لكن ربنا أراد أن يكون هذا الشكل صورة طبق الأصل منه هناك. هذه المسألة أنا برضو مرة وجدتها في دارفور، الناس بيقولوا تنداس يعني لبيت الأدب أو الحمام كما نسميه، يقولوا تنداس. وفاجأ بيت الأدب
في غابات الملايو لدى الأوران أصلي بيسموه تانداس. والناس يشبهوا ناس دارفور دير شبه خرافي. يا جماعة إيه اللي لما دير على دير؟ لا يعلم إلا الله. فتقسيمات المسائل فيها كثير جدا من الأشياء الطريفة وذات الجمال والظرف وكذا، والواحد بيسعد بها في أنه ربنا غيض له فرص أنه يزور هنا وهناك ويتعرف على ما يعيشوه الناس ويستمتعوا به. البلاد اللي زرتها أنا زي ما قلت حسب يعني كلامي اللي بقول فيه 65 دولة حول العالم، وفيها كثير من الغرائب والطرائف والجماليات والأشياء اللي قد تكون ما مألوفة للناس. أنا داير أختار دولة من دول أفريقيا لأنه ما تكلمت عنها، ودعوني أختار دولة قريبة لنا اللي هي أوغندا. أنا مشيت أوغندا ضمن وفد سوداني وكان معي صديقي العزيز عمر إحساس وصديقي العزيز حسن مصطفى، وهناك نحن قمنا عملنا الأغنية بتاعتنا بتاعت عربي أنا وأفريقي. للأسف ما في تسجيل لها الآن معي عشان أديها هدية للشعب السوداني أو المشاهدين، لكن مكثنا فترة من الزمن في منتجع ضخم جدا اسمه مونيونيو في داخل مدينة كامبالا. مونيونيو ده منتجع عالمي بيجوا له السواح من كل أنحاء الدنيا، فيه جماليات وفيه إبداعات. فقاموا أخذونا في رحلة إلى منبع النيل، ومشينا منبع النيل هناك اللي هو في بحيرة فيكتوريا، منطقة اسمها جينجا جزء من بحيرة فيكتوريا بينبع منها النيل. فنفاجأ بالحاجة الأصلا يعني حكمة الله سبحانه وتعالى إنه هذا النيل بيمرق من صخرة معلقة لها في حتة ما عندها شيء ملصوق في الواطة ولا حاجة على السماء، صخرة ليس إلا ينبع منها هذا النيل العظيم النيل الأبيض، ويجي يعمل البحيرة دي قدامه ثم تنطلق منها الموية وجاية هنا. وهذه الصخرة يعني زي محير حتى أهلها، وفي نفس الوقت ما في زول عارف سر المسألة دي كيف موية تنبع بالشكل ده، تمشي بورا لا تلقى ما في شيء، الموية كابة. جنبها في ثعبان، وثعبان طويل جدا. أهل المنطقة دي بيقولوا إنه هذا الثعبان هو توأم هذا النيل، وخلق منذ أن خلق النيل ده بيقولوا، قالوا أي زول من أجدادنا اللي لهم مليون سنة الثعبان ده بيجي مارق، لا عض زول لا كتر زول لا غيره لا غيره، وبيجي مارق وهو لوحده، لا شافه معاه ثعبانة امرأة زوجة له ولا هو ذاته يعني عنده شفع ولا ما عنده، ما في حد يعرف. الواحد ده بيجي لافي وبيجي أليف بالنسبة لهم ويرجع في جحر ذي. لسوء حظنا لمن وصلنا أنا وحسن مصطفى ومعانا عمر إحساس والمجموعة دي، يعني سكينا نشوفه لكن ما جا طالع في اللحظة اللي قعدناها. وناس المؤتمر جننونا جين أطلعوا 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 عشان ناخذ العربات ونرجع إلى كامبالا، لأنه كان في دعوة عاملة، كان رئيس الجمهورية وقتها يوري موسفيني هو وزوجته جايين علينا، فعلا جونا وأدونا الدعوة بتاعتهم، والوجبة كانت جميلة جدا. فما قدرنا نشوف هذا الثعبان، لكن قعدت أتحير كثير من بلاد الدنيا دي فيها حاجات مرات غريبة جدا. فالثعبان ده يا ترى ليه عايش طويل قدر ده؟ والموية دي طالعة من وين وكيف وليه؟ على كل حال أنا قمت سجلتها كفيلم، وجيت عرضت هذا الفيلم سميته منابع النيل لو بعض المشاهدين بيتذكروا على قناة هارموني في آخر أيامه. وبعدين من الحاجات الطيبة تحدث معي سلفاكير مايارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، وقتها كان نائب رئيس الجمهورية في السودان، قال لي يا عوض البرنامج ده أنا دخل مزاجي جدا، وشعرت بأنه عنده قيمة وفيه أشياء ما مسبوقة، أنت عملت معلومات فاخرة. فأنا قال لي بعمل لك يعني زي دعوة تجي تباري النيل ده من منبع ده تجي بجنوب السودان وتمر عليه مدينة مدينة وقرية قرية، قد تأخذ منك فترات طويلة. تصور الحضارات اللي قامت على ضفاف هذا النهر والجنجلس أي الغابات وطريقة الحياة، ولو في أي يعني سوبرستيشن أو الحاجات المرات تكون زي مسائل بتاع الدجل أو الشعوذة أو خرافات أو أساطير أو حقائق نتكلم عنها، وتباريه إلى أن توصلوا إلى البحر الأبيض المتوسط عبر دمياط ورشيد. فراغت لي الفكرة جدا وسعدت بها جدا، وقلت لها يا سلفاكير أنا جاهز، ولكن داير لها زمن طويل لأنه الفترة بتأخذ، وحدثت حسن مصطفى عشان نقدر نعمل الحكاية دي، لكن لسوء الحظ ما نفذناها، لكن الفكرة لم تزل في ذهني. وحأمشي لسلفاكير مرة ثانية وهو رئيس جمهورية جنوب السودان، وحأسأله أقول له يا سلفا نحن دايرين نعمل كيت وكيت عشان نسوي البرنامج. طبعا سلفاكير ده يا أخواننا فيه جزء منه حقنا بتاع النهود، وأنا دائما الحكاية دي يعني بالنسبة لي يعني بتسعدني جدا. أبوه كير ديا
جارنا في النهود الله يرحمه، ورجل مسلم كان يأتي إلى المسجد بتاعنا في حي الشايقية كير أبو سلفاكير ذاته، ويعني يصلي مع الناس وأحيانا يؤذن في المسجد، بل أحيانا كان يئم الناس أحيانا. وأخوه كمال كير ده كان قدامنا في المدرسة، وعنده أخواته سامية كير والبقية بتاعت الأسرة الكبيرة. بعدين سامي دي متزوجة محمد ود الدق اللي هو ده والد صديقنا جدا حسام محمد شطة، ويلقب بود الدق. فحقين حقين النهود. طيب سلفا كير مياردين دي جات وين؟ والده اسمه كير عبد الله ورجل مسلم. طيب هو الوحيد المسيحي في هذه الأسرة، أهله ده كلهم مسلمين اللي أنا بتكلم عنهم، ده كلهم أخوان وأبوه وكذا. فهو بقي في الجنوب لظروف خاصة كان بوالدته، أظن حصل انفصال بينه وبين والده، وبالتالي بقي في الجنوب وبقيت أخوانه دول قاعدين في النهود، وعلاقته بهم حميمية جدا. حتى الآن سكرتيرته قاعدة معه أمانيكير من بناتنا، بنات النهود يعني، وقاعدة معه في جب هذه اللحظات. أنا أحيي أمانيكير، وأنا متأكد بكون بيشاهدوا فينا الآن في هذا البرنامج لأنه لصيقين بينا جدا. فبالتالي هو ناس الجنوب يعني مشوه في الكنيسة، وما اسمه سلفا، اسمه عيسى، هو عيسى. فناس الكنيسة المسيحيين رغم أنه سيدنا عيسى ده رسولهم هم، ما بسموا عليه، فقاموا غيروا على من بقى مسيحي عملوها سلفا. وبعدينك يعني كير خلوها كما هي أبوه، شالوا عبد الله لأنه مع المسيحيين ما لافقه كثير، فسموهم مياردين. مياردين بتعني الذهب الكثير أو الفضة الكثيرة، ذو الغني يعني. هذه قصة سلفا كير مياردين. وأنا لما ارتبطت به مش لهذه القصة، لكن عندنا علاقات وشيجة جدا وطيبة مع أسرته وأهله، دي كلهم أصدقاء لنا إلى نهاية المطاف. وعلى كل حال أنا أحييه لأنه من رب شاهد قنواتنا، وأحيي أماني كير سكرتيرته اللي قاعدة معاه، وأحيي كل هذه الأسرة السعيدة الكريمة جدا، وأترحم على كمال كير أخوه الصغير اللي توفى وكان معانا في المدرسة. وبالتالي يعني إن شاء الله بقول لنا حنفذ هذا الكلام اللي قلناه عن منابع النيل. أيها الأعزاء، أنا دائما وعودتكم آسف على أنه يعني نعمل أغنية تانية برضو في برنامجنا. والمرة دي أنا داير يعني نستمع لأغنية صديقي العزيز الفنان الصوت الجميل نزار بول سودان. أنا عملت له هذه الأغنية برضو، سمعت بس ولا جابوا ليك، طاريت عيونك وضي وشيك، لا من ظهرت في سكتك غيرت حتى طريق مشيك. فعملت أول حد أجاني في البيت حفظ الأغنية ومشينا برضو صورناها، وحصلت بعض المشكلات في حكاية التصوير وقتها، لكن يعني الحمد لله انتهت وأصبحت من الأغنيات الأثيرة عنده، هو قاعد يغنيها كثير في حفلاته وكذا. فأنا بدي أعلن الناس هدية كواحدة من أغنيات عوض إبراهيم عوض يعني في هذه الحلقة. سمعت بس ولا جابوا ليك، طاريت عيونك سمعت بس ولا جابوا ليك، طاريت عيونك وي وشي، لا من ظهرت في سكتك في سكتك غيرت حتى طريق مشيك. مرشوقي ظاهر علي عضاي، هلك المؤاد إلا تمجيك، مرشوقي ظاهر علي عضاي، هلك الفؤاد إلا تمجيك، خليتني غرقان في أساي سبب شقاي منك وليك. سمعت بس ولا جابوا ليك، طاريت عيونك وي وشيك، سمعت بس ولا جابوا ليك.
طريق عيونا ويوشيك لا من ظهرت في سكتك في سكتك غيرت حتى طريق مشيك من سال دموعي في عينيا شجرات والغرام شوف كم عتاب رسلت ليا أنا ماني قادر للملام إحساسي بك خلاني حي رغم الأسى إلا المنام إحساسي بخلاني حي رغم الأسى إلا المنام هواك هو الحتم علي أرجاك لو طال الخصام سمحت بس ولا جابوا ليك طريت عيونك بوجهك سمحت بس ولا جابوا ليك طريت عيونك من ظهرت في سكتك في سكتك ويطرح حتى طريق مشيك سمحت بس ولا جابوا ليه طريق عيونك بس ولا جابوا ليك باريت عيونك وضي وشيك لا من ظهرت في سكتك في سكتك غيرت حتى طريق مشي سمحت بس ولا جابوا ليك باريت عيونك وضي وشيك سمحت بس ولا جابوا ليك باريت عيونك من ظهرت في سكتك في سكتك غيرت حتى طريق مشيك طيب نحن نحيي صديقنا العزيز الفنان نزار بورسودان ونحيي كل المجموعة اللي كانت معانا في تسجيل هذا الفيديو كليب وبنقول لهم إن شاء الله يعني في أعمال كثيرة جاي بيناتنا ليه قدام وأقول للإخوة المشاهدين لكم تحياتي العميقة في نهاية هذه الحلقة وتحيات عزيزي وصديقي المخرج الفنان متوكل كمال الدين وإلى اللقاء في حلقة تانية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته